مساكم الله بالخير. منورين. أتمنى أقدر أوصف شعوري اليوم. فرحانة ولي الشرف أني موجودة في مهرجان الربيع إذاعة الريان. أتمنى اليوم يا رب أقدر أسعدكم وبس. حبايب قلبي
فرصة أرحب بالممثل السفارة العراقية القنصل العراقي اسمع لي تحية. شكرا على حضورك، شرفنا حضورك، وأكيد المنتخب العراقي بعد اسمع التحية نورين حبايب. عيونها حاضر، وعد مني وعد للصبح. وبعد شنو؟ كله راح نغنيه، بس هاي اريدكم تغنوها وياي. يلا شات التليفون وين؟
بطل ما حد يحبني ماكو ادخل مع الجمهور يلا عيون
هلا يوم ولا يومين. هلا جمهورنا من الجزائر نسمع له تحية. حبايبنا أهل الدوحة على راسي. لا تشوفني تعبان حال، هذا من جرح القادي، راسات ما ينحني غير بس الله الكريم. امشي من قدامي شلون ما دام يعني تظل ما دام لا يغرك انسى وجه التعب وتغير الوان الوان الدنيا. بتجاي أيامنا هواي اسمع وعوياي يضحك بالنهاية. صحيح إهاية مدام
نعاشر بشر بس هي قوة جرعة، أحيانا نتعاشر بشر بس هي يا كاس العمر ما ظلت وش البيك يا كاس العمر ما ظلت وش البيك وجرحي ليش وقت تنزف وش البيك يلا قولوا وياي عبرت الشط على مودك خليتك على راسي كل غطة أحس بالموت هو أشهق أنفاسي شوبي عبرت الشط على مودة خليتك على راسي كل غطة أحس بالموت هو أشهق أنفاسي كل هذا وقلت أمر أحلى من العسل مر كل هذا وقلت أمر أحلى من العسل مر وين تريد أروح وياك بس لا تجرح
قبل لا اطلع على المسرح كنت مرعوبة. اعتقد الباكستيج هسه اذا يشوفوني يقولون هاي كانت مرعوبة قاعد ترقص وتسوي جو. يلا قولوا وياي. Yeah.
Thank you.
حلوين حبايبي. اشتر يا حي ايهم راسين طبي بجدرهم سميلي اهل البيت خلي ابنهم يا حي ايهم طب بجدرهم سميلي أهل البيت خلي ابنهم يمكن
جنة 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 دو حياة جنة.